اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا الى اخر محطتنا في هذا الصباح. ومثل ما حكينا ضيفنا في هاي المحطه الشاب زيد هلال، موهبه الحقيقه بتجمع بين الصوت والغناء والعزف والاحساس العالي. وسمعنا كمان اغنيته يا خبر، طبعا بعد الاغنيه أغنية فؤادي كمان اللي انشهر فيها. رح نتعرف أكثر على زيد وكمان رح نسمع منه أشياء كتير جميلة. أهلا وسهلا فيك. الله يصبحكم بالخير. الله يصبحك بالخير، شكرا أنك أجيتنا من بيت لحم كمان. نعم. طيب زيد، الأغنية رائعة يا خبر، الصوت جميل جدا، إحساس عالي جدا، والكلمات كمان جميلة، ويمكن مش كتير من الناس بتعزف على هاي الآلة. احنا تعرفنا على حالك كمان وتعرفنا على الآلة، على المزق. انا زيد هلال، عمري 26 سنة، درست إدارة أعمال في جامعة بيت لحم. بداياتي على الآلة كانت في الانتفاضة الثانية. بتذكر كنت أسمع يوناني، ومشهورة لآلة المزق باليوناني كثير. حبيت تكنيكاتها وحبيت صوتها، وسألت والدتي شو هاي الآلة؟ فحكت لي هاي آلة البزق. فحكت لها كتير حابب أتعلم عليها، فبالفعل اشترينا بزق من سوريا وأخذت عليها 5 دروس. بما أنه أنا كنت أعزف عود، عزفت عود، تعلمت في إدوارد سعيد 4 سنين، كملت 2 سنين كمان قبل بداياتي على البزق. في قديش كان عمرك وقتها؟ كان عمري 11 سنة لما بلشت على البزق. على العود. على العود، أوكي. بلشت على العود 4 سنين إدوارد سعيد، 2 سنين أكاديمية بيت لحم. أجت الانتفاضة الثانية قعدت شوي بتعرفي، بعدين حبيت الآلة هاي وبلشت أحترفها بأيامات الجامعة بجامعة بيت لحم مع فرقة وجد الموسيقية. بعدها انطلقت مع كمان فرق محلية. وطبعا هاي الآلة كتير بتعني لي، كل ألحاني بتكون عليها كمان. نعم، هي كمان لها تاريخ تركي قلت لنا. مزبوط. أو جذور تركية لها. هي جاي الآلة هاي كان اسمها الطنبور، مشهورة في محيط يعني في الميدل إيست، من تقريبا بحر الأبيض المتوسط، إقليم البحر الأبيض المتوسط زي اليونان، تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين، موجودة في هاي الدول. حبيتها أكثر من العود؟ بصراحة. شو المختلف عنها؟ شو المميز؟ صوتها، حنيتها، بحب الصوت التريبل شوي فيها. كمان تقدر تعزف عليها كوردات، تقدر تغني معها، وتقدر كمان تعزف في الميلودي تاع الأغنية. طيب احنا رح نسمع أشياء يعني جميلة منك، بس قبل هيك خلينا نحكي عن أغنية يا خبر. خبرنا الكلمات، الألحان، التوزيع. هي من أسبوعين تقريبا طلعت، بس حققت انتشار كبير. وكيف تقيمه بالنسبة لأغنيتك السابقة فؤادي؟ الأغنية لاقت نجاح الحمد لله على السوشيال ميديا. كان فريق عمل رائع جدا، الياس جيريس شاعر، موزع الموسيقي جون حنظل، وألحاني الأغنية. اشتغلنا على الأغنية براحتنا، حبينا نوصل فكرة من وراء الأغنية، إنه كيف الناس بنجرح قلبها وبتنكسر نتيجة إنه في حدا عم بيحكي عليه من وراء ظهره. فحبينا نربطها في قصة عاطفية، إنه كيف هالشاب انكسر قلبه نتيجة حبيبته أحكت عليه أو حدا أحكى عليه. طب ليش؟ أهم إشي الشفافية، واحد يكون واضح. جميل. طيب شو بدك تسمعنا زيد؟ إذا بتحبوا بسمعكم موال صغير مع تشلتشل علي الرمان. طيب عشان بس في عنا مشكلة تقنية بالصوت قبل ما نبلش نسمع يعني هاي الأغنية، خلينا نحكي زيد عن الناس اللي دعموك. يعني هل أنت كمان تنحدر من عائلة موسيقية فنية، ولا عندك أنت هذا الشيء من داخلك؟ من العائلة جدا داعمة. أمي بتغني، عندي كمان عائلة موسيقية، يعني أختين عندي، واحدة على البيانو، واحدة كمان أخت على الكمان. فجدا كان من وإحنا صغار التشجيع دائم ومتواصل دون انقطاع. جميل. طيب الشباب عم بيحكوا لي إنه كل شيء جاهز، فنبدأ نسمع شيء عليهم. تفضل. Thank you.
عاليوم يا رفيقة لو الشور بيدينا كان قضينا العمر ضربونا عاليوم يا رفيقة لو الشور بيدينا كان قضينا العمر بضربونا جلجل علي يا رمان نومي في زالي هذا الحلو جلجل علي الرمان نومي في زعلي هذا الحلو مريض ودوني لاهلي. الله انا مش فاهمه كلمه تشلشل. تشلتشل تشلتشل هي أغنية عراقية. أغنية عراقية نعم، بتحكي من عهد العثماني، بتحكي كيف الانتداب البريطاني أجا احتل العراق من بعد سقوط الدولة العثمانية. والرمان هم الطرابيش اللي كانوا يلبسوها الأتراك العثمانيين، إنه تشبه الرمان اللون الخمري، والنومي هو الليمون الأصفر الحلو اللي كانوا يسموه، أشبههم بالانتداب البريطاني. الله، شو فيها شجن وشو فيها ثقافة وشو فيها بعد تاريخي. نعم. هاي الأغنية قديش بلزم زايد إنه الفنان اللي عنده شغف وعنده حب، بإنه أنت يعني عم تمسك آلة مثل هيك، لكن هاي الآلة إلها تاريخ سابق وعم تتعرف كمان على ثقافات مختلفة، بتغني بأشياء بلغات تانية أو لهجات عربية تانية. بغني لهجات عربية تانية، بغني كمان تونسي المغربي العراقي طبعا، إشي أكيد لازم. هاي الآلة هي معروفة إنه فيها شجن، فيها 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 سمعني شوي الإشي، سمعتني تحت الهواء العود التركي صحيح. البزق التركي أو البقلم يعني أو لي. أيوة هاي الدقة. حكينا تحت الهواء كمان انه قديش الشخص لما بيكون عنده حب وشغف بالشيء اللي بيعمله بصير عنده اتقان. يعني انت دخلت على الاستوديو وبلشت حالك تعزف وتجرب، وقالوا لك الشباب اكثر من مره عيد، وما كان في عندك اي مانع انك تعيد. و قديش هذا الارتباط بهاي الآلة، قديش بتتدرب كل يوم؟ كمان قلت لي انه انتوا بتعزفوا وبتغنوا في البيت، فهل كمان بيكون عندكم سهرات عائليه؟ اكيد بيساعد اجمالا، يعني تمارين دائمه على طول الاسبوع. انا حاليا كمان بشغل مع فرقتين، فدائما متواصل بالعزف بالتدريب، شيء كثير مهم. العيله في اكيد سهرات، مع الاصحاب في سهرات، في كمان اصحابي موسيقيين، فاكيد. جميل. طيب زايد، انت خريج اداره اعمال وبدك تعمل كمان بكالوريوس. نعم، ان شاء الله في جامعه بير زيت بكالوريوس بالموسيقى الشرقيه، وكمان عندي طموح ان شاء الله الماستر اذا الله وفقنا. ممتاز، جميل جدا، نتمنى لك كل التوفيق. انت طموحك تكمل في هذا المجال. أكيد. العزف والغناء. أكيد. الاغاني اللي بتسجلها بتكون عاده من الحانك؟ بالعاده من الحاني. عندي تقريبا 7 اغاني من الحاني، يعني بتمنى اطلقهم واشاركهم مع الناس بمواضيع مختلفه. طيب ليش قلت لي انه انت مش حابب تقدم لها هاي البرامج الغنائيه اللي بتستقطب الفنانين؟
اللي كثير من الشباب يشوفوها يعني قفزه، بتعطيهم قفزه للنجوميه وللشهره. اكيد الهدف من هالبرامج هي الشهره، وانه يتعرفوا كمان على الوسط الفني من خلال هالبرامج، وكمان يتعرفوا على ملحنين على كتاب على انا بحس حالي انه انا استطيع انه الحن. عندي كمان شاعر صديق إلي، بنفهم على بعض. عندي كمان الجزء الثالث والمحور الثالث هو الموزع الموسيقي جون حنظل، فبحس انه ممكن اكمل، وبحب ابلش من الصفر، بحبش اقفز مره واحده للشهره، لا ابني جمهوري بايدي. نعم جميل، لكن هل بتحس كمان انه في عندنا صعوبات على مستوى الانتاج، على مستوى الدعم، على مستوى التبني في هذا المجال؟ ما بتتخيلي قديش صعب على الفنان الموجود هون، كيف يعني بدك تدعمي حالك، بتكوني المسوقه المروجه الملحنه، يعني بدك تدفعي لكل شيء من جميع الاصعده، بدك تفكري في كل شيء، كيف الفيديو بيطلع، بتحبي هيك بتحبي هيك، بتكوني المنتجه يعني. نعم استفدت من السوشيال ميديا بالترويج لل طبعا للأغاني. نزلت الاغنيه على انغامي جميل في البدايه، بعدين نزلت فيسبوك ثم يوتيوب، وحصلت على مشاهدة عالية على الفيسبوك، حصلت على مشاهدة عالية نعم. وصلت تقريبا 600 ألف مشاهد. جميل، يعني في فترة قصيرة كمان عم نحكي. زايد كمان خلال الصيف الماضي، أو يعني إحنا هلأ مع نهاية الصيف، وكمان يعني يمكن في سنوات سابقة، هل شاركت في مهرجانات على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي أيضا؟ وإذا في عالمي كمان أكيد بكون نتمنى العالمي. لسه يعني عم بحس إنه في بداياتي. هذا الصيف راح أشارك في مهرجانين، مهرجان الطيبة ومهرجان حياة بيت لحم. طبعا إلي عروض محلية في مدينة بيت لحم كمان، فنتمنى كمان مع المواصلة والمثابرة ننتج كمان ونصير معروفين كمان. نعم. طيب شو بدك تسمعنا كمان؟ سمعكم يا زين الله. أمان 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 العابدين، يا ورد يا ورد فتح عيون الحلوين، يا زين يا زين يا زين العابدين، يا ورد يا ورد فتح عيون الحلوين. زيد قديش بتسمع اغاني مختلفه؟ بتسمع اجنبي، بتسمع عربي؟ يعني بتحاول يكون عندك مخزون ثقافي منوع من الغناء؟ اكيد بحب اسمع الاجنبي، من بوب ار ام بي ريجاتون، مكتسح الساحه حاليا زي ديسباسيتو والشغلات هاي. كمان العربي، العربي القديم، وزي الالترناتيف ميوزك كمان بشكل موسيقى البديله كمان. وهذا كثير بفيد وبساعد في الاختيارات كمان، يعني الاختيارات بالتلحين ب كمان بالذائقه يعني. كمان يمكن الناس لما بسمعوا شيء جديد او بسمعوا كلمات جديده بتشوقوا انه يسمعوا اكثر، يعني عن خلافا مثل ما حكيت يعني هاي الغناء البديل، يعني غير عن الاشياء السريعه، غير عن الاشياء صحيح الشعبيه الموجوده. يمكن اكيد ضروري جدا الواحد يكون متنوع، يسمع اكثر من شيء، يعني اكثر من نوع موسيقى، بيساعده بالتلحين، بيساعده باختياراته، بيساعده في ممكن يصير كمان ملحن شامل زي ما بيحكوا. شو بتفكر المستقبل او كيف بتلاقي حالك بعد شيء 10 سنين خلينا نقول؟
سؤال حلو. حالياً يعني عم بفكر أنا كيف أعيش من هون لست أشهر، أو صعب كتير الواحد يخطط كتير لقدام، بس ممكن ألاقي حالي زي ما تحكي معروف بالوسط الفني من خلال الأعمال راح أنتجها إن شاء الله. بتطلب مني وقت إنه أضل مستمر، يعني بين أغنية وأغنية زمني وقت أحضر حالي أحضر أموري، مش زي ما يكون في شركة إنتاج داعمة. صحيح. طيب أنت كمان هل أنت متفرغ أو غير متفرغ؟ هل عندك شغل تاني يعني في تخصصك الأول اللي هو إدارة الأعمال؟ أنا بصراحة تركت هذا التخصص من شهر 10 السنة الماضية، وقررت أنه أعتمد بشكل كامل على الموسيقى حتى لو كان الموضوع كتير صعب. فحالياً عم بعلم في مؤسسة الملاذ في بيت صحور، بعلم أولاد صغار وذوي احتياجات خاصة، وبعطي كمان دروس صوت في الخليل بشكل خاص، ومع فرق، مع فرقتين محلية واللي فرقتي الخاصة نشتغل فيها في الصيف. قديش حلو قديش جميل إنه يكون الشيء اللي بتعتاش منه مهنتك هي شغفك وحبك والموهبة تبعتك. أكيد بتفرق على الصعيد النفسي وكثير بيساعد، بتصير أنشط موسيقياً، تحب تروح على الشغل يعني تشتغلي أكيد تحضري صح، تشتغلي بكل حب، يعني هذا كثير بيريح، وهذا كمان بعطينا النتيجة الصح. أكيد. يعني بعطينا الخلاصة، يعني لأنه الإنسان تعب لكن أعطى حب، يعني أعطى وقت وأعطى جهد لكن بإتقان بالنهاية. زيد خبرنا عن أغنية فؤادي اللي هي كانت قبل قديش طلعت؟ طلعت في شهر 6 السنة الماضية. فؤادي هي كلمات قيس بن الملوح، هي أول وحدة؟ هي أول وحدة انطلاقة، يعني انطلاقة alternative music، موسيقى بديلة، كانت كلمات قيس الملوح ألحاني، اشتغلتها أنا، يعني كان إنتاجي كمان. كيف خطر على بالك تلحن من القصيدة يعني؟ حبيت كلماتها، فؤادي بين أضلاعي غريب ينادي من يحب فلا يجيب، حسيت في الكلمة، حسيت أنه ممكن أوصل إشي للناس من خلال التلحين. قديش صعب كمان زيد انه هذا الغناء اللي هو كمان مثل قصيدة مثل هاي، يعني كلمات موزونة على وزن طبعا، حتى نوع الموسيقى اللي انت بتقدمها انه إلها جمهور سيلكتيف مثل ما بنقول، او يعني منتخب او يعني انتقائي. هل هذا كمان بقلل من الشعبية؟ في تجربتي الأولى في فؤادي كانت سيلكتيف كتير، مظبوط، في فؤادي لأنها موسيقى بديلة ومش الكل بيسمع موسيقى بديلة، بس في لها جمهور طبعا، جمهور أنا بحب أشغله. في يا خبر كان جمهورها أوسع شوي، أوسع، هو البوب اللبناني الكل بحبه، بحب الصوت تبعه القريب له، الإيقاع العربي، الدوم والتاك العربية، فحاولنا نصل لجمهور أكبر. نعم جميل. طيب إحنا بدنا نختم، للأسف انتهى وقتنا، لكن يعني أشرق الاستوديو بالصوت الجميل والعزف الرائع. رح نختم معك بأغنية من اختيارك، بس كمان إذا بتحب تحكي أي شيء أو كلمة أخيرة في الختام. أول شيء بحب أتشكركم ويسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المشاهدين، ونتمنى نضل على استمرار. بشكر كمان جميع دعموني، من أهل، من أصحاب، من أصدقاء، وحتى من الناس اللي حبت الأغنية ودعمتني وعطتني دفعة كتير منيحة أنه أستمر وأتقدم. نعم، إحنا نتمنى لك كل التوفيق. زيد كمان لك صفحة على الفيسبوك، إحنا نعم. كلنا مبارحة عملنا لك فولو عشان نستمتع بالصوت الجميل والعزف الرائع، وأنا على ثقة أنه يعني السنة المقبلة أكيد رح نستضيفك على أعمال جديدة. أنا كمان بتشكر المشاهدين على المتابعة، بنشوفكم يوم السبت، يتجدد الموعد الساعة 9 ونختم مع زيد. شو بدك تسمعنا؟ على العقيق اجتمعنا إذا بتحبوا. أيوة على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون، يا خيو نحن وسود العيون، ما بالمجنون ليلة قد جن بعض الجنون،
قد جن بعض الجنون وعلى العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون يا خيو نحن أسود العيون ما بال مجنون ليلة قد جن بعض الجنون قد جن بعض الجنون يا لي يا ميلا الغصن يا عيني سمر سابتينا يحرق ليم الهوى يا ما شعمل فينا على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون نحن أسود العيون ما بال مجنون ليلا قد جن بعض الجنون